تعلمناها متصلة. أنت مجد زمان الحاج جاي. براحتك يا حماتي يا اميره يا اميره الامره. ولا يا حسن تقفل الباب ليه؟ اوعى تقرب. ايه؟ بوسه. اوعى تقرب. بوسه واحده. اوعى تقرب. بوسه واحده. لا. كده؟ ما بلاش. قليل الادب. وحشيني قوي قوي يا حبيبتي. لو كنت هوحشك بحي ما كنت سافرت وسكنت. ده الحل يا روحي. ولا عاوزاني افضل طول عمري مدرس رسم وانت يا دوب مدرسة العاب. عندك حق يا ابو علي. بقالنا 5 سنين مخطوبين ويا عالم هنتجوز امتى. جيل مطلوب. ده الحل. والله احنا بنحلها بالسفر او بغيره، لكن بقى المصيبه والكارثه في الجيل اللي جاي بعدنا. وهتقلبها دراما ليه يا ابو علي؟ ايه ده؟ ملوخية خضرة طبعا مش ممكن يعملوها في المانيا، وين عملوها؟ مش هتبقى بالطعامه دي. والله يا ابني ما كان له لازمه السفر ده. كنا صدرناكم معانا او مع الحاجه. على رايك يا اختي مش لازم نكون نفسنا الاول يا حماتي. وبعدين بقى بصراحه بيتكم ولا بيتنا بسيسه خالص. يا ابني من خرج من داره اتقل مقداره. اهالينا يحبوا يحلوا مشاكلهم بالامثال. عمر ما امثال زمان خيبت ابدا. الحس مسني وبات مهني ولا كبابك اللي قتلني. بس انا مسافر اوروبا يا حماتي. يعني ما حدش هيذلنا هناك. هتوحشيني قوي يا حبيبتي. انت اللي هتوحشني قوي. انا مش عارفه ازاي هتحمل بعدك يا حسن. هكتب لك كل يوم جواب. اوعى تنساني، وواحده خواجيه تاخدك مني. انت ممكن تنسيني؟ أنا عمري ما حبيت ولا هحب غيرك. خلي بالك من نفسك. حاضر. حسن. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. خلي بالك من نفسك. حاضر. مع السلامة. مؤاخذة يا مزمزيل. سيجارة يا جميل؟ ما بدخنش. اديني سيجارة يا عبد. الدنيا حر قوي. ما تحود بينا نشرب حاجة ساعة مع الجميل. ايه 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 خفة الدم دي؟ طب ايه رأي الجميل يجي معانا البيت؟ البيت؟ ليه؟ ما الصحراء هنا اقرب. Thank you.
بتاكلش جرم يبقى مفيش فايده. رجيم قاسي لمده اسبوع، يعني كل واحده فيكم تخس على الاقل 15 كيلو. انا ما بضحكش، انا بتكلم جد. وميعادنا يوم الثلاث الجاي. باي باي. على فين يا كابتن ماجده؟ مروحه. تحب اوصلك؟ معلش انا بحب اتمشى. طب هتتمشي فين وانا مستعد استناك؟ اتكل على الله عشان هتستنى كتير. انا الحقيقه مستعد استنى طول عمري. ده انت راجل بقى، هتروح ولا بيتك في القصر العيني؟ لا لا انا اسف. قاعدة لوحدك ليه يا حبيبتي؟ مفيش يا بابا. ايه هتخبي على ماما برضو؟ حسن يا ماما 4 سنين ولا حس ولا خبر، حتى اصحابه اللي عارفين ان انا مخطوبه له ابتدوا يغلسوا يعكسوني. رواق رواق، ما تعكريش دمك. ربنا يا بنتي يرزقك بولاد الحلال ويمنع عنك ولاد الحرام. يا ماجده يا بنتي انعام. يلا روحوا شوفي بابا لحسن جاي من المحافظه، روحوا هنا اهو. ليه؟ ايه يا ابو ماجده؟ زعلان ليه؟ حد يشوفك ويزعل يا حبيبتي. عملت ايه النهارده في المحافظه؟ والله يا بنتي اهو زي امبارح واول امبارح واول اول، كل ما اسال حد يقول لي ما فيش ناقص على البيوت الجديده غير النجار. هي مش ناقص عليها غير الدراع. بس انا قلبي حاسس انها هانت خلاص. جاي معاك على نفس الطيارة. هنشوفك ازاي؟ شكرا، ارجوك انسى الموضوع ده خالص. طيب يبقى لسه ما فكرتش كويس. معلش فكر براحتك يا ابو علي، فكر تاني وتالت ورابع، ما انت عارف ان احنا ملناش غيرك. خلاص يا مجدي باشا، شكرا. اتفضل يا عسل بيه. حسن ازيك يا عم؟ انت جيت ايه؟ لا مؤاخذة، اتفضل يا ابني اتفضل. اهلا وسهلا يا ام ماجدة. تعالي حسن رجع. اهلا يا حسن، الحمد لله على السلامة يا ابني. الله يسلمك يا حماتي، ده انا بقالي اسبوع بدور عليكم. والله يا ابني احنا اتلطمنا من يوم البيت ما وقع. ليه كده؟ أنا شايف البلد بقى حالها أحسن. بقول لك إيه؟ الباقية في حياتك. ما تقوم بينا نشرب الشاي بره بدل الخنقة اللي إحنا قاعدين فيها دي. يلا بينا يلا. مصر وحشتني أوي. وإحنا وحشتنا وإحنا عايشين فيها. بس العيب مش منها. كبدي عليهم. كنت حامله همك يا ابني وانت في الغربه، تعرف ان امك وابوك معلش تعيش انت يا ابني، ولا نعرف عنوانك ولا تعرف عنواننا. انا كمان هناك كنت مستغرب قوي لما انتم وهم ما ردتوش على جواباتي. والله دي اراده ربنا يا ابني. ام المجده فين؟
ريل؟ هلا؟ ريل؟ هاي سكوت اكشن. اسم الله عليك. قوم يا كابتن. حسن يا بحري! معقولة يا حسن؟ معقولة؟ معقول ونص. وحشتني قوي. ازيك؟ أنا كويس عشان رجعت. عارفة؟ أنا نفسي أزعق بأعلى صوتي قدام كل الناس وأقول بحبك. بحبك. كداب. لو كنت بتحبني زي ما بحبك، ما كنتش غبت عني المدة دي كلها. أمال أنا رجعت لك ليه؟ احكي لي، عملت إيه كل المدة اللي فاتت دي؟ للأسف. ما قدرتش احقق كل اللي انا عاوزه بره. بره بقى زي جوه. الظاهر العالم كله بيمر بأزمة. يعني بعدت عني المدة دي كلها يا حسن وجننتني على الفاضي. معلش، انا هعوض لك كل ده في اسرع وقت. ازاي؟ انا استفدت بشوية اتصالات بره وتعرفت على ناس ممكن يساعدوني في مشروع يجيب ده. مشروع ايه يا حسن؟ اهلا يا حسن. أهلا. يعني ما اتصلتش بيا يا اخي. الاستاذ شكري صديق ماجده خطيبتي. اهلا يا فندم. اهلا بيك. انتظر مني التليفون بكره. اظن الرؤيه دلوقتي بقت واضحه قدامك. اذا كان على التليفون انا منتظر. عن اذنكم. ايه بتبصي له قوي كده ليه؟ اصل انا اعرف كل اصحابك، اول مره اشوف الراجل ده. ما هو ده واحد من اللي اتعرفت عليهم بره، ويمكن نشتغل مع بعض. تشتغلوا ايه يا حسن؟ وبعدين بقى احنا جايين هنا نتكلم في الشغل. وايه الاول عامله ايه في الظروف اللي حصلت لكم؟ بالمناسبه انا حجزت حته شقه تجنن. وفي عماره ايه؟ تقوليش برج. معقوله شقتنا؟ عجباني بجد؟ عجباني عجباني. ايه رايك؟ تجنن تجنن. لا ولسه النظر من الناحيه الثانيه يهبي ويهبي. حلو قوي يا حسن. حسن يا خول الجنينة يا حسن. يا ماجدة يا غالية علينا والنبي. أنا مبسوطة أوي يا حسن. بجد؟ أوي. ربنا يخليك ليا. ولا يا حسن ولا يا حسن. شوف بقى يا حبيبتي، في جوه أوضة جاهزة 100% علشان باباك ومامتك يجوا يقعدوا فيها لغاية ما نرجع من أوروبا. مش عارفه ليه انا مش مستريحه للسفريه دي يا حسن. طب وشغلي يا حبيبتي؟ ولا عاوزاني اسافر واسيبك هنا لوحدك؟ نعم 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 يا استاذ، رجلي على رجلك. ده انا ما صدقت انك رجعت لي بالسلامه يا حسن. اهو كده تعجبيني. الله، احنا مش هنفطر ولا ايه؟ اه يوب. جاهز يا بيه. الكبيرة اللي انت عملتها اللي جابت لك الفلوس دي كلها. اما انا قلت لك يا حبيبتي، عمليات التصدير والاستيراد بتكسب جامد قوي، علشان كده انا رايح امسك فرع الشركة في المانيا. احنا هنسافر امتى يا حسن؟ بعد كتب الكتاب على طول، بس قبل السفر هاخدك نعمل يومين عسل في شاليه يهوس في العجمي. حسن
اخسى عليك يا حسن كده تكسفني ومالي اي كل الناس اللي قاعده شافتك وانت بتبوسني انا مش مصدق نفسي ان خلاص بقيت ليا مراتي بحبك يا مجد بحبك قوي يا ما تتصوريش انا شقيت وتعبت وعملت ايه عشان اتجوزك عملت حاجات كتير قوي اكتر مما تتصوري قوي 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 علشان تبقي ليا واحقق لك كل اللي كان نفسك فيه بحبك يا حسن بحبك كل اللي بتمناه انك تفضل جنبي طول العمر هفضل جنبك يا حبيبتي طول العمر انا مش مصدقه يا حسن انا بيتهيالي اني بحلم ان ده مش حقيقه لا يا حبيبتي مش حلم دي حقيقه انت خلاص بقيتي مراتي حبيبتي مش مصدقه طب تعالي بقى نخش جوه عشان اخليك تسلم لا لا تعال. لا يا حسن لا يا حسن حسن نزلني يا حسن حسن حياتي احبك غمض عينيك فتح مبروك عليك حلو قوي ده غالي قوي يا حسن ما يغلاش عليك يا حياتي يجنن حبيبتي الله ربنا يخليك ليا ويخليك ليا يا حبيبتي النجدة في انفجار في فيلا 25 بمنطقة العجمي حول هو اللي هيخلينا نعرف يعني انتوا لسه ما قبضتوش عليهم هما كانوا كم واحد كانوا أربعة طيب ما قدرتيش تتعرفي على اي حد فيهم في واحد فيهم انا بتهيألي ان انا مره شفته مع حسن ايوه لكن انت قلتي قبل كده ان هما كانوا مخبيين وشهم
عرفته من صوته. طيب ما عرفتيش اسمه ايه؟ مش شاكر، حاجه بالشين. شكري. ايوه يمكن شكري. شكري ايه؟ ما اعرفش. طيب ايه علاقه شكري ده بالمجني عليه؟ حسن قال انهم كانوا بيشتغلوا مع بعض. شغل ايه؟ كانوا فاتحين مكتب استيراد وتصدير. عندك اسم المكتب وعنوانه؟ لا، اصله المكتب في المانيا واحنا كنا مسافرين قريب. فين في المانيا؟ شتوتغارت. ما عندكيش معلومات تانية تحب تضيفيها؟ ايوه، العربية اللي يربو بيها، فاكرة النمرة، فاكرة كويس قوي. مفيش اخبار عن التحقيق؟ هم لسه بيحققوا وبيدوروا. بيحققوا وبيدوروا. يا بنتي نزلت في نفسك، كفايه عليك اللي حصل. انا عارفه، انا عارفه كان مكتوب لك ده فين يا بنتي. ما وصلناش لحاجة. معقول يا سيادة الوكيل؟ شهر بحال واحنا المعلومات اللي عندنا مش كفاية، عشان كده اضطرينا نحفظ القضية ضد مجهول. ضد مجهول؟ دول كانوا أربعة مش مجهول واحد. زي ما قلت لحضرتك، المعلومات اللي عندنا ما تكفيش إن احنا نتهم حد. والراجل قلت لكم عليه اللي اسمه شكري، نمرة العربية، كل ده مش كفاية؟ في آلاف اسمهم شكري. حضرتك كان ممكن تساعدينا أكتر لو قلت لنا اسمه بالكامل. اما من جهه العربيه فطلعت مسروقه ومتبلغ عنها. يعني ايه؟ دم حسن يروح هدر؟ حياتي كلها تروح في طلقه رصاصه؟ امال ايه فايده البوليس والنيابه؟ عايزيني انا اراهن عليهم؟ انا طبعا مقدر ظروفك، انما الموضوع محتاج لوقت. مش حضرتك بتقول انكم حفظتوا القضيه؟ مؤقتا، انما البوليس طبعا مستمر في التحريات بتاعته. احنا متأسفين يا مدام ماجدة. ما تتأسفش، دم حسن مش تمنه كلمة أسف. على إذنك. عايزه اكبر الوش ده، ممكن؟ ممكن. مقاس كام حضرتك؟ مقاس عادي 5 × 8. ممكن.
هذا الشخص مفقود وفاقد الذاكرة، من يعثر عليه يتصل بتليفون 74-502 من أجل زوجته وأولاده الذين يتألمون. مش هتفطر يا شكري؟ شكري. نعم يا حبيبتي. بقولك مش هتفطر؟ طيب. الله، ايه مالك؟ ايه اللي شغلك في الجنان بالشكل ده؟ لا مفيش حاجة، ده انا بشوف اسعار العملة. والدولار سعره ايه النهارده؟ الدولار ما هو انت عارفة ما بيثبتش على سعر. اعملي لي فنجان قهوة. الله، مش لما تشرب الشاي؟ عايز فنجان قهوة. حاضر. بتضحك عليه بس يا كمال، دي حاجه تضحك كده، انا في كارثه. انا ليا زوجه تانية وابن، انا خلاص عقلي هيشت. بصراحه انت ليك حق يا شكري، لكن انت بصيت في الصوره كويس. انت مش شفت الصوره بنفسك؟ ما تحاول تفتكر كده. انت بتخرب بتقول ايه؟ مش جايز تكون بصحيح اتجوزت وخلفت وفقدت ذاكره وبعدين رجعت لك تاني. ذاكره ايه اللي فقدتها يا جرع انت؟ انا ذاكرتي حديد. وارجع اقول افرض هخلف ازاي ومليون دكتور كشفوا عليا وقالوا عليا ما بخلفش؟ مش جايز فقدان الذاكره هو اللي خلاك تخلف؟ قريتيش اهرام النهارده؟ ما انت عارفه اختك، انا ما بطقش الجرايد. اخبار امبارح زي اخبار النهارده زي اخبار بكره زي اخبار بعده كمان. لكن ايه بقى الحكايه؟ ده انت خايبه قوي، دي صوره جوزك طالعه في الجورنال النهارده. شكري ليه؟ هو عمل حاجه؟ يظهر انه كان متجوز وطفشان من مراته وبنته. ايه الهزار البايخ بتاعك ده يا فاطمه؟ انت مش عندك جرايد النهارده؟ هاتي الاهرام وبصي فيه وانت تعرفي اذا كنت بهزر ولا بتكلم جد. الجرنان فيه صفحة مقطوعة. صدقتي كلامي؟ على العموم أنا الجرنان عندي في البيت. صباح الخير. صباح النور يا ست هانا. في واحدة ساكنة عندكم هنا اسمها مدام ميرفت؟ أيوه، شقة مفروشة الدور الرابع شقة 20. طب الأسانسير فين؟ عطلان. مدام ميرفت موجودة؟ أنا ميرفت، ممكن أتكلم معاكي شوية؟ حضرتك مين؟ مرات شكري عبد العزيز. مين؟ شكري عبد العزيز اللي اتنشرت صورته في الجرنان النهارده الصبح. أهلا وسهلا. أهلا بيكي.
اتفضلي. شكرا. لكن ما كنتش عارفه انه متجوز عليكي. يتجوز عليا؟ ده انا كنت قطمت زماره رقبته، ده حفي وداخل سبع دخات عشان ارضى اتجوزه. يعني ما كنتيش بتحسي باي تصرفات غريبه بيعملها؟ تصرفات غريبه زي ايه؟ انا بمجرد ما ببص في وشه بعرف على طول هو عايز ايه. يعني ما كانش بيزوغ منك ويقول لك ان عنده شغل ومسافر؟ هو في الحقيقه اخر مره قال لي انه مسافر كان من حوالي شهرين وعشرة ايام. شعرفك دي اخر مره شفت فيها جوزي رفعت. قلت لك اسمه شكري. وانا جوزي اسمه رفعت. وبعدين مش مهم، ما قالكيش هو كان مسافر فين؟ كان مسافر السويس. فاكره يوم ايه؟ طبعا مش فاكره. كان يوم خميس اظن كده. وجوزك ده كان متجوزك من امتى؟ من سبع سنين. طيب اديني علامه في جسمه عشان اتاكد اذا كان جوزي ولا لا. عامل عمليه المصران وباين قوي في جسمه. طببتي قلبي، انا دلوقتي اتاكدت انه مش هو. وانا اتاكدت. الو، حضرتك صاحبة الإعلان المنشور النهاردة في الأهرام؟ لا الحقيقة الصورة تشبهني تمام، بس الاسم مش أنا. أنا آسفة قوي يا أستاذ شكري إني سببت لك الإزعاج ده. الفصل السخيف اللي حضرتك عملتيه ده. حقك عليا، كان لازم أعمل كده عشان أعرف عنوانك. مش معنى أنا بالذات اللي اخترتيني عشان تعملي معايا كده. أصلك أنت الوحيد اللي أعرفه من صحاب حسن. انت كان ممكن تخربي بيتي. الحمد لله ان مراتي ما بتقراش جرايد. مراتك كانت عندي النهارده الصبح. تقول ايه؟ مراتي عرفت؟ ما تخافش، انا قلت لها انك انت مش انت. فكرك صدقت؟ انا عارف مراتي كويس، دي مجنونه. طمن يا استاذ شكري، دي خرجت من عندي وهي مطمنه خالص. المهم انا عايزه منك خدمه. تحت امرك. طبعا انت تعرف معظم اصدقاء حسن. للأسف يا مدام ماجدة أنا معرفتي بحسن معرفة سطحية، معرفة شغل يعني. لكن ليه الطلب ده؟ مش جايز أقابل الأربعة اللي قتلوا حسن؟ وهتعرفيهم إزاي؟ دول كانوا مخبيين وشهم. عرفت إزاي؟ ما هو كان مكتوب في الجرايد. وبعدين جايز ما كانوش أصحابه. في حد بيقتل صاحبه؟ وبيقتل أخوه كمان. إحنا بقينا في زمن فظيع يا أستاذ شكري. الإنسان فيه توحش. آه. عندك حق. بس أنا خلاص عرفت واحد منهم. عرفتيه؟ عرفتيه إزاي؟ من صوته، وأول ما أشوفه هعرفه. على العموم يا مدام ماجدة، حسن الله يرحمه صاحب أفضل عليا، وأنا هحاول أعرفك بأصحابه اللي أنا عارفه. شكرا يا أستاذ شكري، أصلي عندي تدريب. مع السلامة. ازاي يا حبيبتي تشك فيا وتروحي تقابليها؟ امال كنت عايزني اسكت؟ دي صورتك الخالق الناطق. وده اللي مجنني. انا كمان ما استريحتش الا لما رحت بنفسي وقابلتها وتاكدت اني مش انا. انا شغلي كله ارتبك. ما هي فعلا حاجه تجنن. تعرف يا حبيبي؟ لو كانت طلعت صورتك كان زمانها بدل ما هي في صفحة الإعلانات كانت بقت في صفحة الوفيات. عليك يا حبيبتي كده برضه تشك فيا إن أنا أعرف واحدة من وراكي. ثم أنا كل فلوسي باسمك، يعني أنا من غيرك ما أسويش نكلة. حياتي الله عليك. ايوه انا شكري. مين؟ انا ماجده مرات المرحوم حسن. اهلا بيك. يا ترى في اخبار بالنسبه لاصحاب حسن؟
أنا أصلي عايز أعرف كل أصحابه اللي عارفهم في ألمانيا وأنت تعرفه. الحقيقة أنا لسه ما قابلتش حد، لكن اطمن الموضوع في دماغي. أنا هتصل بيهم وهخليك تقابليهم واحد واحد. نعم؟ بتقول إيه؟ أنا أصلي شفت واحد من الأربعة اللي قتلوا حسن وعرفته. أنت لازم أنا سمعت أحسه؟ يعني لما أشوفك هبقول لك أوصافه. المهم أنا نفسي أعرف التلاتة الباقيين، علشان هتبقى عملت معايا معروف كبير قوي. مصممة إنها تنبش الموضوع. ما تنبش يا أخي، إذا كان البوليس والنيابة بجلالة قدرهم ما يقدروش يوصلوا لحاجة. يا كمال بتقول إنها تعرف واحد من الأربعة؟ ده كلام، لعب بالأعصاب. لا أكيد هي عارفة إن إحنا لينا يد في الموضوع. إنك أنت يا حبيبي لوحدك. بس أطمنك، هي مش متأكدة ونفسها تتأكد، وده بقى يتوقف عليك أنت. مش عارف أعمل إيه، وكل ما اتصل بمدحت عشان اخد رايه في الموضوع الاقيه مسافر، وبيومي كل ما اكلمه يلاقيه نايم يلاقيه في الحمام، قال يعني نظيف قوي. ما تروح له الكباريه. ما انت عارف مراتي محرجه عليا ما اروحش الحته دي. طب يا اخي ما دام الموضوع قلقك بالشكل ده، ما تقطع عرق وتسيح دمه. يعني ايه؟ اخلص منها. ايه؟ اقتلها؟ مش معنى انا لوحدي يا حبيبي، ما احنا في الهوا سوا. لا يا حبيبي، احنا مطمنين 24 راد، واللي عنده دليل ضدنا يطلعه. مش معنى انا اموت، مش عايز اموت، مش عايز اموت، حرام. مش انا لوحدي، مش انا لوحدي. شكري، شكري. ايه ليه؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده وانت نايم؟ هو مين ده اللي عايز يموتك؟ ده كان بس فظيع. ما قلت لك يا كاميليا بلاش اتقل على العشاء. يلا يا حبيبي، الليله النهارده طلبيه جامده قوي، وشد حيلك شويه. يلا رجاله شويه، يلا بارك لي يا ابراهيم. وبعدين ده كله ده مستني ايه؟ لا ده مستني ايه؟ وده يلا يا حاج اهو. حاج بتعدي بيه؟ حاج بتعدي بيه؟ الحمد لله. الحمد لله. يا ما انت كريم يا رب. مش ما تاخد بالك اتعدي بيه. معلش. اسف انه ادولي يومية كاملة. ربنا يخليك لينا يا رب وما تتحرمش منك اتعدي بيه. لا اله الا الله. ايوه. ايوه يا فندم. مين اللي عايزه؟ طيب حاضر. ثانية واحدة. شكري، تليفون علشانك يا شكري. مين؟ واحد اسمه مرزوق. مرزوق؟ ايوه. مين مرزوق؟ الو، انا ماجدة يا استاذ شكري. انا اصلي عايزة اقابلك النهاردة، هقولك على الراجل اللي عرفته، جايز يكون عندك معلومات عنه. اجيلك المصنع؟ حاضر. اي خدمة ساعة البيت؟ عمال مشوا كلهم، مشوا تقوموا بحاجه حضرتك. انا قاعد شويه عندي شويه شغل، تقدر تروح. تصبح على خير يا فندم. مع السلامه. Thank you.
منور باصحابه. الله، امال المصنع مش شغال ليه النهارده؟ النهارده اجازه، بس انا جيت مخصوص عشان خاطر حضرتك. انا متشكره قوي على الاهتمام ده. لا اهتمام على ايه؟ سيادتك ناسيه انك ارمله انسان عزيز عليا قوي. مهول المصنع، مهول، اكيد كلفك كتير قوي. جدا، عشان كده بيعتبر من اكبر مصانع تصنيع الاخشاب في الشرق الاوسط. ما هو باين يا ما عرضت على المرحوم حسن انه يشاركني رفض. امال حسن كان بيشتغل معاك ايه؟ كان بيساعدني في استيراد الخشب. ويا ترى كنتوا مرتاحين مع بعض في الشغل؟ يعني ما كانش فيه خلافات اطلاقا، كان بيني وبينه احسن معامله. امال قتلته ليه؟ مفاجاه مش كده؟ انا مش فاهم حاجه. مين التلاته التانيين يا استاذ شكر؟ انت بتتكلمي عن ايه؟ وايه اللي خلاك تشك فيا انا بالذات؟ صوتك هو الصوت الوحيد من الاربعه اللي سمعته. انت فاكر انك جبتني هنا علشان تستفرج بيا؟ انت حفرت قبرك بايدك، بس قبل ما حدفنك فيه لازم اعرف مين التلاته التانيين وليه قتلته حسن. عايزه تعرفي يا مدام ماجده؟ هقول لك، بس لازم تعرف ان انا كشفتك من اول يوم، ولازم تعرف ان النهارده اخر يوم في حياتك. هنفور الكتاب ما بننشر الخشب. يا بنت الكل. الو يا مدحت، قريت الخبر اللي في القران؟ اطلع يا ما تعرفيش الست دي اسمها ايه؟ اسمها ميرفت. ميرفت ايه؟ مش فاكره. انما اكيد فاكره عنوانها. ايوه، دي شقه مفروشه، والست اللي كانت مأجراها سابتها امبارح. اسمها ايه الست دي؟ اسمها مدام ليليان. يعني مش اسمها ميرفت يا فندم، اسمها ليليان، والعقد موجود اهو، ليليان ازمانوس. فتش الشقه. شكلها ايه الست ليليان دي؟ ماجدة، انت مش عجباني اليومين دول خالص. طول الوقت تمرين لغاية منك بعد كده. ايوه ايوه، بقى ايه في حياتك؟ ما جيتش ليه الجنازة انت ومدحت؟ مش مهم، انت بتتكلم منين؟
من المحل؟ انت اكيد مخك جرى فيه حاجه. انت مش سليم. الله بيومي، بتقول بيومي. الله ايه يا كمال، بتنطق اسمي ليه؟ ما تنطقش اسمي قدام حد. كمال كمال، احنا اليومين دول لازم ما نشوفش بعض، ما نتكلمش مع بعض. ايوه كمال، قول لي البوليس لسه ما عرفش مين اللي قتل شكري؟ مراته قالت في التحقيق انه كان متجوز واحده ثانيه وكان مخبي عليها، وانها بتشك انها تكون ورا حكايه قتله دي. بس انا رايي ان مش واحده ست هي اللي قتلته بالشكل ده. يا كمال، اصل انت ما تعرفش الستات كويس، اسالني انا عنهم. ده هيجي يوم من الايام هيخلصوا علينا كلنا. كمال، وحياه والدك عشان خاطري انا بس، ما تتصلش هنا تاني. يا اخي بقول لك ما تتصلش تاني. الله، مش جايز التليفونات تكون مترقبه ولا حاجه؟ اعمل معروف. شو بقى، شفت؟ شفت انت بتخليني اغلط ازاي؟ وبعدين يا كمال، مع السلامه. يا ريس يا ريس، عايزك دي واحده لو سمحت. صباح الخير. جود مورنينج. إيه، انت سمسار المنطقه؟ تحت امرك يا ستاني. إيه، طب انا عايزه منك خدمه. اموري. طب اركب. وجد. من شهرين بس يا ستاني. امال كان بيشتغل ايه قبل كده؟ كان بيشتغل سمسار عربيات. انت متاكد؟ الا متاكد يا ستاني، ده ما كان عليا عرقي. لكن اللي بستغرب له بصراحه بقى، هو جاب الفلوس دي مره واحده منين؟ انا عارف. اهلا وسهلا. حياتك صاحب المعرض؟ كمال عبد الدايش، اتفضل. ميرسي. انا اصلي عايزه اغير عربيتي. وماله يا فندم؟ على مزاجك، المعرض واللي فيه كله تحت امرك. ميرسي. سيد. عندم. حاجه ساعه؟ لا ميرسي، انا عامله رجيم. انا اصلي بقالي سنتين راكبه عربيتي وزهقت منها خالص. معاكي حق، دي امزجه. الواحد لازم يجدد، الحياة مليانة حاجات حلوة كتير، مش معقول يفضل على حاجة واحدة. بالنسبة لي أنا مثلا بركب عربية في القديمة فسوقها بتفائل بيها وعلى مزاجي. وما عندكش غير العربيات دي؟ لا، أنا عندي أحسن ماركات. اتفضلي سيادتك تكوني متفرجة. ميرسي. إيه رأيك في العربية اللي تركب؟ بطل. طب النبيت اللي هنا؟ لا انت مش فاهم قصدي، انا مش عايزه عربيه كبيره، انا عايزه عربيه صغيره، سبور كابورليه. بس الموديل ده مش متوفر حاليا في السوق، واذا توفر هتلاقي العربيه حالتها تعبانه. يبقى انت ما عندكش طلبي، يعني انا مضطريه اسافر واشتري العربيه بنفسي. وده معقول؟
بقى تسافري وانا هنا موجود. انت اديني مهله يومين وانا هحب واختص لحد على ايدك طلب اللي على مزاجك. يومين كفايه؟ كفايه. تأكدي يا فندم، تأكدي انك لما تتعاملي معايا ترتاح. ترتاحي قوي. خدوا على الحبس. اتفضلي. انا اسفه بدرك حضرتك، بس انت عارف ظروفي. انا مقدر كل حاجه. يا ترى مفيش اخبار؟ الحقيقه رجاله المباحث شغالين في التحريات بتاعتهم. لحد امتى هيفضلوا شغالين في التحريات بتاعتهم؟ يعني هم مش مقصرين في اي حاجه، وزي ما حضرتك عارفه مش ملاحقين على الجرائم اللي بتحصل كل يوم والتاني. مش عارف البلد دي جرى فيها ايه. طب وده سببه ايه؟ اكيد في خلل في المجتمع، الناس مش عاجبها حياتها فعايزه تغير باي شكل. والقانون هيقف عاجز كده؟ والقانون هيعمل ايه يا مدام ماجده قدام الفساد الرهيب اللي محاصر المجتمع ده كله؟ يا فندم القانون لازم يبقى اقوى من الفساد اللي حضرتك بتتكلم عنه. يبقى لازم اعاده النظر في القوانين كلها. ده افضل، بدل ما كل واحد يعمل لنفسه قانون خاص. قصدي يا استاذ كمال. على العموم انا خدت صوره العربيه وقلت اوريها لك الاول، اذا عجبتك اخلصها لك من صاحبها. اخسى عليك، بقى مش قادر تقنعه انه يبيع عربيته؟ انا منتظرك انك تجي لي النهارده وتقولي انك اقنعته انه يبيع عربيته. اوكي باي. بيومي لازم نتقابل بسرعه في مطعم استبينا يا اخي، ده اللي في ابو السعود في مصر القديمه. اقعد هنا يا ولد. تعال جيب له عصفوره شويه. يا كمان انت دايما تجيبني على ملا وشي كده. طب اهدى بس. ايه؟ انا كلمتها اتفقت معاها اوريها صوره العربيه الاول. صوره العربيه؟ ما تدخل في الغميق وريها العربيه نفسها. لا ما هو ده التكتيك، لازم اعرفها ان الموضوع مش سهل، تبقى فرصه ناخد وند في الكلام والكلام يحلى والسعر يزيد. يا عيني يا كمال، لو تسمع رايي وتاخد بيه هتكسب ذهب. قول يا بيوم. بص يا كمال، ايه رايك لو تاخدني معاك المشوار ده؟ لا يا حبيبي، اخدك معايا فين؟ انا عايز اقيم المسائل على مزاجي. ثم يا اخي انت مش بتقول انك ما بتحبش الستات؟ ده كلام، انما مع واحده ست حلوه زي اللي بتقول عليها دي انا مش هغير كلامي، انا اسحبه قدام شهود. مساء الخير. اهلا، اتفضل. صحيح معمولة بمزاج زي صاحبتها. عجبتك الشقة؟ اتفضل. هتاخد ايه؟ اخد قهوة سادة. هناخد الاول حاجة حلوة، واكيد هناخد القهوة سادة. خلاص على مزاجك. دي واحدة. فعلا الحلو ما يجيبش الا الحلو. مش قوي كده. مش بإيدي، دي حاجة بتاعت ربنا. ده أنا عاملهولك مخصوص.
عشان كده طعم قوي يا طعم. يبقى تشرب بقى حاجة ساعة. على مزاجك. على مزاجي أنا. بتجيب كل عربياتك من ألمانيا؟ طبعا أحسن عربيات. على كده تعرف حسن. حسن؟ حسن مين؟ ده واحد صاحب جوزي وبيشتغل برضه في العربيات وقعد 4 سنين في ألمانيا. ما تعرفيش اسمه؟ معرفش، كل اللي أعرفه إنه اتقتل قريب. ده لازم الواد اللي كان فاكر نفسه مفتح. تعرفه؟ يعني الله 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 الله, الله. دماغي تقلت كده ليه؟ وانت حلويتي كده ليه؟ انت هتعمل زي حسن صاحب جوزي ولا ايه وتعكسه؟ اديني ريحتك منه. ازاي؟ الله الله الله، انت تخليني الفط ليه في الكلام؟ ادينا بنتسلى. خلينا في ليلتنا الانس دي. ما قلتليش عملت ايه في حكايه العربيه؟ جاهزه جاهزه كده. طب خلينا ننزل نشوفها دلوقتي. نشوفها ايه؟ الساعه بقت 10. ياه 10، ده انا عندي ميعاد مهم. ميعاد مهم؟ يعني ايه؟ هتسيبيني كده؟ الجايات اكتر من رايحات. على مزاجك. تصبع على خير يا اجمل زبونه. ايه رايك في العربيه؟ تجنن، هي دي اللي انا عايزاها. تحبك يا ربيها بنفسك؟ يا ريت. اتفضلي. تحب تجربيها في حتة هادية؟ ايه رأيك نطلع المقطم؟ والله فكرة. ماشي. هايلة العربية. الحمد لله انها عجبتك. لكن انا شايف انك عايشة لوحدك. أنا وجوزي بعيدنا عن بعض. أكيد خسر كتير. مش يمكن أنا اللي خسرت أكتر؟ غريبة، أنت غامضة أوي كده ليه؟ أنت مين؟ أنا ماجدة. ماجدة مرات حسن اللي أنتوا قتلتوه. إيه؟ قتلتوه ليه؟ قتلتوه ليه؟ أرجوك. قتلتوه ليه؟ أرجوك، يعني ملوش أي دخل. ملكش دخل يعني إيه؟ امال جبت فلوسك منين؟ انا ماليش دعوه بالموضوع ده. شكري قبل ما يموت قال لي انك انت واحد منهم. قتلته حسن وسرقته الشنطه. شكري؟ شكري مين؟ انا ما اعرفش حد بالاسم ده. امال كنت ماشي في جنازته ليه؟ ده كذاب، هو اللي قتل جوزك. استني بس، حرام عليك. كفايه يا مجنونه. كفايه يا مجنونه، بتعملي ايه؟ كفايه. انت عملته حسن ليه؟ كفايه. حرمتوني من اغلى انسان في حياتي. عايز اعرف قتلتوه ليه؟ لازم تتكلم انت. جوزك ملك الجنان اللي بتعمليه ده. كفايه كفايه. لازم اعرف مين اللي قتل حسن. كفايه يا مجنونه، كفايه. انا ها كفاية، هتموتيني. كفاية، الله يخرب بيتك. كفاية يا مجنونة. كفاية. كفاية يا مجنونة. كفاية. كفاية. كفاية يا مجنونة. كفاية، هتموتيني. كفاية، الله يخرب بيتك. هتعيش يا عم. هروح فين؟ الله
يخرب بيتك، كفايه يا مجنونه، كفايه هتموتيني، كفايه الله يخرب بيتك. طب عيني يا عم، هروح منين؟ الله يخرب بيتك. اسمك بالكامل؟ بيومي، بيومي ساعة البيع عطية بيومي. سنك؟ 47 سنة إلا 3 أشهر وخمس أيام. بتشتغل يا بيومي؟ أنا 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 أنا, أنا بشتغل صاحب كباريه. لا مؤاخذة ساعة البيع أحسن الحكومة تزعل، بشتغل صاحب مطعم ومسرح منوعات سياحي. سين، ما علاقتك بالمجني علي كمال عبد الدايم؟ إيه علاقتك بكمال عبد الدايم؟ أبدا، ساعة البيع زي علاقة أي زبون بأي تاجر. أنا ما بيهفني شوي عشان أشتري عربية، بروح له ساعة البيع عشان أشتري العربية، وأنا كمان أحب أغير، أما أحب أغير بروح له برضه وهات وخد. دي كل علاقتي بيها ساعة البيع. سين، بماذا تفسر وجود سيارتك في مكان الحادث؟ الموضوع ما فيها ساعة البيع، إن المرحوم الله يرحمك كمال جالي وقال إن في زبونة عاوزة تشتري العربية بتمن كويس، اديته المفاتيح. أفهم من كده إنك كنت عارض عربيتك للبيع؟ الكذب خيبة ساعة البيع. أنا ما كانش ليا غرض خالص أبيع العربية، لكن المرحوم الله يرحمك يا كمال جالي يعني وألح عليا وقعد يلوك ويعجن ويقول لي إن عربيتك هتكون وسط خير بيني وبين الزبونة دي. يعني إيه وسط خير؟ أصل المرحوم الله يرحمك يا كمال كان عايز يشتغل عليها. وأنت كنت تعرف الزبونة دي؟ ولا عمري شفتها، لكن الظاهر إن المرحوم كان واقع فيها لشوشته. كنت فين امبارح الساعة 12 الظهر؟ على السرير يا بيه، قصدي نايم يعني، أصل أنا ما برجعش البيت قبل وش الفجر. طبيعي تعملي. عندك شهود؟ أمال ساعة البيه، البيت الشغالة اللي بتشتغل عندي في البيت، وبواب العمارة، وسونيا الرقاصة، أصلها بتيجي تشقر عليا في البيت عشان تغطيني. طبيعي تعملها. طيب، عندك أقوال أخرى ممكن تفيد التحقيق؟ الحمد لله يا بيه. أنا قلت كل اللي يرضي ضميري وربنا شاهد. انا نازله رايحه المسجد اجيب شويه حاجات للسفر. عايزه حاجه اجيبها لك معايا؟ سفر؟ هو انت مسافره يا ماما؟ هو انت دارينا بالدنيا طالعه نازله زي ما اكون عايشه في لوكاندا؟ ان شاء الله هسافر بعد يومين نعمل عمره انا وابوكي. تروح وترجعي بالسلامه. ماما. نعم يا حبيبتي. ايه اللي فات على حسن؟ النهارده دي تكون عجبتك يا ست هاني. هي نص نص. دي بكام في الشهر؟ صاحب البيت طالب فيها نص باكو. يعني كام؟ 500. اوه لا لا، 500 ده كتير خالص. المهم انها عجبتك، ممكن نخليهم 300. وصاحبة البيت هتوافق؟ من غير ما يعرف نخليهم 200. نحب بقى نتعرف يا ست هاني. انا اسمي كوكي، ومدام انت تديها لي ب 200 انا بكره اجي امسكها. اهلا وسهلا. باي باي. باي. وبعدين يا مدحت،
هنعمل ايه؟ بعدين معاك انت بيومي، ما تمسك اعصابك. امال امسك اعصابي ازاي وتدور عليا انا وانت؟ دور ايه يا حبيبي؟ دور دخان؟ دخان؟ نعم يا حبيبي، بتضحك بتهزر معايا واحنا في عز الازمه؟ الله، اكيد الست اللي قتلت شكري وكمال هي مرات حسن. انت بتخرف، بتقول ايه يا بيومي؟ اخرف؟ امال تفسر اكلهم واحد ورا التاني بايه؟ انت تعرفها ولا شفتها؟ امال بس بتخمن. اقول لك ايه، اوعى تكون قلت حاجه عنها قدام النيابه، لحسن يجيبوها ويجرجروك ويجرجروني معاك يا حبيبي. وانا اهبل؟ بس انا مش شاكك في حد غيرها. مدحت مش جايز شكري وكمال كان ليهم اعداء، انت عارف شكري ولا عيبه. كمان ما هو عامل لي دونجوان بسلامته، كل واحده تعدي من قدامه يعاكسها. اتكل على الله تلاقي جوز واحده فيهم هو اللي قتله. هو اللي قتله ازاي؟ بقولك ايه، امال الست اللي كانت معايا في العربيه دي ايه؟ وماله؟ تلاقي جوزها كان بيراقبهم وطبع عليهم وخلص على الزبون. تفتكر كده يا مدحت؟ وفي تفسير غير كده يا بيومي؟ ولا انت عايزنا نبلغ النيابه ونقول ان هي اللي قتلت وعايزه تقتلنا على مرات حسن يعني؟ ايه، انت ناس ان النيابه عارفه ان احنا اربعه؟ يا ريتني ما ربعتكم، كانت مربعه سودا ومطينه بستين طين. يا سلام، انت كان زمانك موصلاتي في كباريه وليك دوسيف بوليس الاداب كمان. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. مدحت بيه موجود؟ السكرتيره بتاعته جوه يا فندم. شكرا. مدحت بيه لو سمحتي. حضرتك عايزه بخصوص ايه؟ عايز اشغل فلوسي عندكم. في عميل عايزه تقابل حضرتك. خليها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أيوة مصطفى. عملت إيه؟ كام؟ 3 مليون؟ كويس أوي. بس اسمع يا مصطفى، أوعى تكون ظالم البايع. أنت عارف قد إيه أنا بخاف من ظلم الناس. لو زيادة 500,000 أدفع. المعوض ربنا يا سيدي. كده؟ طب كويس أوي. اتكل على الله. في الحقيقة تحت أمرك. في الحقيقة أنا سمعت كل خير عن شركتكم. الحمد لله، إحنا يكفينا السمعة الطيبة. أنا أصلي ورثت عن المرحوم عمي ثروة كبيرة، 1,000,000 جنيه و200 ألف دولار. كله فاني. استغفر الله، استغفر. والمبلغ ده سايل ولا ممتلكات؟ لا، فلوس سايلة. ما شاء الله ما شاء الله. اتفضلي كملي. هو الحقيقة أنا استحرمت حطهم في البنك. استغفر الله العظيم، ده يبقى ربا فاحش والعياذ بالله. ده كان رأيي برضو، علشان كده أنا جيت شركتكم. أهلا وسهلا، ده يسعدنا ويشرفنا. احنا هنا بنقوم بتوظيف الأموال بما يرضي الله. اتفضلي كتير. يعني بنظام المضاربة، يعني بالبلدي كده الربح والخسارة علينا وعلى صاحب المال. لكن الحمد لله مجموعة شركتنا بتحقق أرباح، وأرباح عالية كمان ما شاء الله. ثانية واحدة من فضلك، أرد على التليفون. ألو. أيوة يا حسن. ها، ثانية واحدة يا حسن. ألو. أيوة يا شوقي. كم؟ 7 مليون؟ ها ها ها
اتكل على الله. ايوه حسن. ها 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 اتكل على الله. شفتي شفتي وشك حلو علينا ازاي؟ 2 مليون جنيه ارباح في 24 ساعه. ما شاء الله. تسمح لي احتفظ بالكتيب ده؟ اه طبعا من حقك، خديه وادرسيه على اقل من مهلك، واحنا تحت امرك في اي وقت. متشكر قوي، من فضلك كنت عايزه نمره تليفونات. قوي قوي. اتفضلي. هنا كل نمر تليفوناتي. اذا احتجتيني في اي وقت تحت امرك. طب استاذن انا. زياره موفقه ان شاء الله. ما شرفتش بالاسم. كريم عبد السلام. اهلا وسهلا. اهلا بيك. شرفنا يا هاني. طب استاذن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع الف سلامه. مليون ومئتين الف دولار بقوا في جيبنا باذن الله. كان نفسك بس مسافره بكره لندن. لندن؟ تعمل ايه هناك؟ عندها بعثه اوطى كباريه في لندن. بالاذن خالص. هيلاقوها طول ما احنا عارفين مساكتين. انت لسه برضه حاطط في دماغك انها مرات حسن؟ والله يا اخي انت مش هتصدقني لما تلاقيها هي وعزرائيل طب عليك. ايه ده يا تامر؟ سبحتي انت جبتها منين؟ انا كنت شايلها في العربيه. اتكلم انت. معرفش يا سياده البيه، ما شفتهاش انا دلوقتي. لازم حد فتح العربيه. مفيش غيرها. هي مين؟ تامر يلا، مرات حسن ناويه تصطادنا واحد ورا واحد. صدقني انا لازم ابلغ البوليس. حطهم النيابه. بتقول يا مجنون انت؟ تعال نشوف ايه الحكايه. في حد خرج من الزباين دلوقتي؟ في واحده سته لسه خارجه من ثلاث دقايق. هي بنت الجنيه. ايه اللي بتعمله ده؟ انت مجنون؟
أنا آسف، اتكل على الله. مرة أنت واقف، مرة أنت باب ماشي ورايا، اطلع. ايه ده سونيا؟ انت ايه اللي دخلك؟ ايه يا اختي ده؟ ايه اللي دخلك وانا مش موجود؟ جرالك ايه يا راجل؟ وانا اول مرة اخش مكتبك كنت مستنياك. مش عايز حد يستناني خالص. مالك يا بيومي انت سكران؟ بقولك ايه سونيا؟ انا اعصابي تنفرق. اقصى عليك يا بيومي بقى كده تشخط سونيا حبيبتك؟ لا لا، قولي ايه اللي ملخبطك كده؟ ايه بس؟ ايه اللي ملخبطك؟ بيتك يا سونيا مخنوق. كفاية! ايه؟ انا مش ناقصك انت كمان! طبعا مش ناقصنا انا، لكن ناقص البنت الصغيرة المزرقة اللي مبقتش عارف تعمل لها ايه ولا ايه؟ مش وقته يا سونيا، مش وقته! انا وقتي مشغول قوي، انا عندي مشكلة كبيرة قوي، افهميني! اتفضلي! اتفضلي! طيب يا بيومي انا خارجه، لكن بعد كده هخليك تضرب نفسك مليون صرم. وايه وايه امرك ساعه كلمه؟ مش عايز اي صنف حريم يدخل هنا حتى ولو كانت مراتي. لكن ابو عرضه حضرتك مش متجوز. نسيت اتجوز، نسيت يا وائل، لكن اللي بقول لك عليه اتنفذ برضه يا غبي. ريه عايزك تاتش. السلام عليكم يا عم صالح. اهلا يا ست هان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. متشكر يا سعاده البيت. بقول لك ايه يا ريس، الست اللي دخلت دلوقتي ساكنه هنا؟ الست ماجده. اسمها ماجده؟ ايوه. اه هي ساكنه هنا بقالها كتير؟ رجعت مع اهلها بعد جوزها ما اتقتل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا كريمه هانم، اتفضلي. شكرا. ها ازاي الحال؟ كان في شويه اشكالات على الميراث واتحلت الحمد لله. الحمد لله. أنا قريت الكتاب اللي أخدته من حضرتك المرة اللي فاتت ولقيت كل مشاريعك اللي فيه ممتازة. ده كله من توفيق ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده أنا عايزة أضارب بنص مليون جنيه ومئة ألف دولار. أنا تحت أمرك. ألو. أي إلا متأكد يا فندم، ده أنا بقالي تلات أيام أستناه قدام مبنى الشركة لحد ما جات النهاردة. طب متشكر. السلام. تحت امرك يا كريمه هانم. تحبي امتى؟ انا جاهزه في اي وقت. انا خليهم يكتبوا العقد على المكنه النهارده، بس من فضلك البطاقه عشان ناخد منها شويه بيانات. ايه الفلوس اللي حضرت بيها حاضر استردها في اي وقت؟ اه طبعا طبعا، احنا هنا بندي كل الضمانات للعميل عشان يبقى مطمن، والحمد لله راس مال الشركه يغطي. في حاجة تانية؟ لا لا ابدا، بس المهم العقد هيكون جاهز امتى؟ البطاقة. الحقيقة انا ما عملتش حسابي فما جبتش معايا البطاقة. معلش سيبي نمرة تليفونك وانا ابقى اتصل بيكي عشان اخد البيانات، وتتكلي على الله وتيجي وتجيبي معاكي الفلوس ان شاء الله. مش قلت لك يا مدحت مفيش غيرها؟ كويس اننا اتأكدنا. اتأكدنا؟ اتأكدنا من ايه؟ اننا هنموت. نموت؟ ليه؟ واحنا هبل زي شكري وكمال؟ احنا رجالة يا عم بيومي، مش ممكن نخلي واحدة ست تغلبنا، مش ممكن. واحدة ست؟ هتعمل ايه يعني؟ العيبها شوية واديها درس صغير، إذا ما حرمتش وبعدت عننا
ساعتها يبقى في كلام تاني. ده في مصيبة تانية. مصيبة ايه؟ البوليس. انت ما قريتش جرايد النهارده؟ البوليس بيدور على مصدر الدولارات المزيفة. يا بيوم يا بيوم اعقل، مش كل بطحة تقعد تحاسس عليها. خلينا اخويا في البطحة الكبيرة، لازم نسدها الأول. لما واحدة ست ترقعكوا العلقة دي يا مدحت بيه؟ دي مش واحدة ست، دي شطارة. يا سلام، لو ما كناش شربنا بجدنا بيه كان زمان بيقول يا الرحمن الرحيم. اتفضلوا غوروا من قدامي دلوقتي. يلا اتعبنا يا بيه. اتعبكوا؟ ليكوا عين كمان تطلبوا اتعب؟ يلا امشي انت اهو. يلا الو. ايوه مين؟ انا كريمه يا اخ مدحت. ايه مش فاكرني؟ اهلا وسهلا. اهلا كريمه هانم. لا طبعا فاكرك. يا سلام، انا تحت امرك. انا بتصل علشان اقول لحضرتك رقم البطاقه 70625. دي بطاقتي الشخصيه، تاريخ الصدور 10/12/82. يا اخ مدحت، كنت عايز اقول لك فصيله الدم. طب المهم اجيب الفلوس واجي امتى؟ شوف يا كريمه هانم، احنا عندنا تقليد في الشركه، بنعمل احتفال صغير عندي في الفيلا لكل عميل جديد عشان يمضي الاوراق قدام بقيه المستثمرين. ايوه عندي في الفيلا. العنوان اكتبي عندك. اهلا وسهلا كريمه هانم. مساء الخير. مساء النور. اتفضلي. امال فين المدعوين؟ زمانهم جايين في السكه. تحبي نستناهم جوه؟ ليه؟ ما الجو هنا حلو، خلينا هنا احسن لغايه لما يجوا.
ماشي اتفضلي اتفضلي. جبت الفلوس؟ معقول؟ ايه هو المعقول يا مدحت بيه؟ معقول حسن كان لسه عنده الفلوس دي كلها؟ حسن؟ حسن مين وايه دخله بالفلوس دي؟ امال جبت الفلوس دي منين يا كريمه هاني؟ ما انا قلت لك ان انا ورثتهم عن عمي. عمك ولا المرحوم جوزك يا مدام ماجده؟ انا مش فاهمه قصدي سيادتك ايه بالظبط. هات الفلوس دي هنا والا فرغ الرصاص ده في صدرك. انت ذكي قوي يا مدحت بيه. وانت ذكيه قوي يا ماجده هانم. هات الفلوس. اتكلنا على الله. من فضلك عاوز اقابل البيه وكيل نيابة. البيه مشغول. حاجة مهمة جدا عايزه فيها. ايه الهيصة اللي بره دي يا شويش؟ سعادة البيه انا في ارضك، انا في طولك، ابوس ايدك، ارجوك ارحمني من الولية دي، انا مش عايز اموت. ايه الحكاية؟ اتفضل استريح. تجيلي منين الراحة سعادة البيه وانتوا سايبين الست دي بتقتل فينا واحد ورا التاني؟ ممكن تهدي نفسك وتقولي ايه الحكاية؟ سعادة البيه انا بيومي، بيومي عطية صاحب مطعم ومسرح منوعات. ايوه سعادة البيه قلتلك. سعادة البيه ارجوك اعمل معروف، انا صاحب شكل ومدحت وكمال اللي قتلتهم الست دي. انهي ست؟ الست مرات حسن. حسن يا سعادة البيه اللي اتقتل في العجمي من 3 اشهر. وانت ايه علاقتك بالموضوع ده؟ قبل سعادة البيه هي فاكرة عشان احنا عددنا 4 احنا اللي قتلناه، هو عشان اللي قتلوه 4 يبقى مفيش غيرنا احنا اللي قتلناه، ما البلد كلها 4. طب وانت ايه علاقتك بالمجد عليه حسن؟ حسن الله يرحمه كان صاحبي يا سعادة البيه، وكان بيني وبينه كل خير زي ما بينه وبين مدحت وشكري وكمال كل خير. وعرفت منين ان مرات حسن هي اللي قتلت اصحابك 3؟ قالوا لي يا سعادة البيه انها كانت بتتصل بيهم وتهددهم قبل ما تقتلهم. مره عملت واحده ست غلبانه وبتدور على جوزها، والمره الثانيه عملت واحده عاوزه تغير عربيتها، واخر مره سعادة البيه راحت لمدحت عشان تشغل فلوسها عنده. ومحدش فيكم ليه حاول يبلغ عنها؟ كنا خايفين يا سعادة البيه. لا تتهمنا زور. ايوه تتهمنا زور، احنا في السوق تجار كويسين يا سعادة البيه، لنا سمعتنا، لنا اسمنا. حرام عليكم، ارجوك يا سعادة البيه ابوس ايدك، ابوس ايدك يا سعادة البيه، احميني من الست دي، اعمل معروف. انا هموت في طيس سعادة البيه، انا ميت ميت، انا ميت ميت. دي شقة الست ماجدة عم ستار. ايوه خير. البيه وكيل النيابة طالبها حالا. مين يا ماما؟ دقيقة واحدة. في واحد عسكري بيقول انهم طالبينك في النيابة. طب وانت خايفة ليه؟ دقيقة واحدة هغير هدومي واجي معاك. براحتك يا تعالي هنا، انت رايحة فين؟ يا ماما هتخوفيني ليه بس؟ مش استنى يا بنتي ابوك لما يروح معاك ليه؟ هروح اشوفهم عايزين ايه وهاجي على طول. ربنا يستر. مرات شكري بعت المصنع وسافرت بره مصر. طب استنى بره البلد. هي دي الست اللي اجرت منكم الشقه المفروشه؟ لا دي كانت واحده غيرها يا سعاده البيت، وكانت لابسه نظاره نظر. لا مش هي دي. لا مش هي خالص، دي كانت خواجايه. وانت تعرف الست دي؟ الكذب خيبه يا سعاده البيت. الست دي اول مره اشوفها، وحتى ما اعتبتش باب العماره. طب اتفضلوا بره دلوقتي. أنا مش فاهمة حاجة خالص يا فندم. مدام ماجدة، أنت كنت فين أول امبارح الساعة 8 بالليل؟ أنا خلصت تمرين في النادي الساعة 7 ورجعت على البيت، وكل اللي في النادي يشهدوا بكده. طب أنت عايشة مع مين؟ عايشة مع والدي ووالدتي. أنت كنت تعرفي المجني عليهم،
شكري صاحب مصنع الخشب، وكمال صاحب محل العربيات، ومدحت صاحب شركة الاستثمار. أنا أول مرة أسمع عنهم لما اتكتبت الحوادث في الجورنال. لكن بيومي صاحب الكباريه بيقول إن هما كانوا أصحاب المرحوم جوزك. يا فندم أنا لو أعرف صحاب حسن كنت قلت لسيادتك عليهم. غريب إن زوجة ما تعرفش أصحاب جوزها. حسن قعد برا أكتر من 3 سنين، ولما رجع اتجوزنا على طول. يمكن أعرفهم هناك، ولو إني ما أعتقدش إن حسن يعرف الأشكال دي. دول ناس محترمين. يا فندم ما أعرفش إذا كانوا محترمين ولا مش محترمين. وبعدين إيه اللي هيخلي حسن يصاحب واحد عنده كباريه وهو ما بيحبش السهر برا؟ طيب وإيه اللي خليها تدعي إنه صاحب جوزك؟ جايز لي يد في الجرائم اللي حصلت وعايز يبعد الشبهة عنه. جايز. على العموم هو طلب مننا إننا نحميه. موضوع حسن دم فيه. اطمئن يا هانم، كل حاجة حتبان. ومفيش مجرم بيفلت من عقابه حتى ولو طال الزمن. لك الاستاذ بيومي، انا رقاصه وعندي ميعاد معاه لاني هشتغل عندكم. عندي ميعاد معاه. لا 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 لا، بعد الشر عليه. لا سلامته. طب من فضلك هو في مستشفى ايه عشان عايز ابعت له ورد؟ شكرا. لا مش مهم اسمي. اجيب لك تاكلي؟ ماليش نفسي يا ماما. يا حبيبتي ده انت وشك اصفر وهفتانه. ماليش نفسي يا ماما. عامله لك ملوخيه تجنن من اللي بتحبيها. مش عايز اكل يا ماما. طب هات فرخ صغير. ماليش نفسي يا ماما. لما عاوز اكل هقول لك عايز اكل. على كيفك يا بنتي. الحمد لله. بعد ما يخلص المحلول ده هتبقي زي الفل ان شاء الله. من فضلك عايزه اتصل بالبيت. كم النمره؟ 58. من فضلك يا بنتي، ماده عبد الستار 601 الدور السادس. تفتيش حضرتك الشرطة ما معلاش حاجة يا بنتي. اسطر اسطر يا رب. الله يسلمك يا بابا. يا بنتي ده انت من ساعة ما كلمتني في التليفون وانا مش قادر اتلم على جسمي. الحمد لله قدر اللطف. مش تاخدي بالك من نفسك يا ماجدة، حد يقعد يومين من غير اكل يا بنتي؟ انا كويسة يا بابا. انا عارفة هي بتعمل في نفسها كده ليه. الدكتور قال انك ممكن تخرج النهاردة. انا لسه تعبانه، همشي بكره ان شاء الله. مين؟ ايه ده؟ في ايه؟ ما تخافش يا استاذ بيومي، انا جايبه لك الغدا. طب حطيه عندك هناك. بقول لك ايه، العسكري واقف بره لسه. ايوه انا عايزك تكلميني. حطولي عسكري تاني هنا على الشباك. حطيه هناك. مساء الخير. مساء الخير. قولي لي يا انسه، هي المستشفى ليه مليانه عساكر؟ انت ما تعرفيش ده في واحد عيان، ناس مهددينه بالاكل فجايين عشان يحرسوه. غريبه قوي الحكايه دي.
يا ترى عمل ايه علشان يستاهل الاكل ده؟ يا عيني مرعوب ليل مع نهار. مسكين، هي اوضته نمره كام؟ اصل انا خايفه لا يغلطوا في الاوض ويدخلوا اوضتي. قتلته ليه؟ قتلته حسن ليه؟ قتلته حبيبي ليه؟ قتلته حلمنا ليه؟ عايز اعرف ليه قتلتوه؟ انت لازم تموت زي ما هم ماتوا وزي ما قتلوا حسن. بس قبل ما تموت لازم اعرف قتلتوه ليه؟ قتلتوه ليه؟ على تسجيلات صوتية واعترافات بخط الشكري وكمال ومدحت انك اشتركت معاهم في قتل حسن. اعترف احسن لك يا بيومي، انتوا قتلتوا حسن عشان تسرقوا فلوسه. ما كانش فلوس يا سعادة البيه، دي فلوسنا كلنا. ممكن توضح كلامك اكتر؟ هوضح يا سعادة البيه، انا هقول على كل حاجة. احنا قتلنا حسن عشان طلع خاين ونجل. انتوا مين؟ انا وشكري ومدحت وكمال. لكن اقسم لك يا سعادة البيه، انا ما ضربتش رصاصة واحدة، أنا بس خدت الشنطة. تعال اقعد يا بيومي. ما تخافش، أنت عارف لو قلت كل حاجة بالظبط موقفك هيبقى كويس جدا في القضية. ها قول لي بقى يا سيدي الموضوع من أوله. الموضوع يا سعادة البيه إن كمال كان بيسافر ألمانيا يلقط له عربية قديمة يصلحها وبعدين يبيعها، وفي ألمانيا هناك اتعرف بحسن. حسن كانت حالته صعبة قوي وكان تعبان وكان بيرسم صور للناس في الشوارع. وفي يوم من الأيام حسن قاعد مع كمال، كمال شافه بيشخبط في ورقة، بيرسم ورقة بمية دولار. ساعتها بس طرقت الفكرة على دماغ كمال،
ولما رجع مصر قال لنا عليها. فكره ايه؟ فكره يعني تزوير الفلوس يا سعاده البيه، والعمله الصعبه بالذات. وايه اللي خلاكم تفكروا في حاجه زي دي؟ حالتنا يا سعاده البيه، حالتنا كانت ناشفه قوي، مش لاقيين اللضه والايد البطاله نكسه. اضطرينا يا سعاده البيه نشتغل في عمليه التزوير دي عشان نهب يا سعاده البيه على وش الدنيا بسرعه. وبعدين؟ سافرنا كلنا المانيا يا سعاده البيه، وقابلنا حسن وعرضنا عليه الفكره، لكن الشهاده لله ما رضيش وركب دماغه. ولما لقينا مفيش فايده رجعت انا وشكري ومدحت مصر، وسيبنا كمال هناك يكمل شغله وبالمره يزن على حسن. لكن حسن هناك تعب قوي، ولما رجع مصر لقى بيته وقع، وابوه وامه ماتوا، وخطيبته مستنياه عشان يتجوزهم. ما كانش فيه قدامه غير حل واحد، انه يدخل معانا اللعبه. وابتدى حسن يا سعاده البيه يرسم الورقه 800 دولار، واحنا اشترينا مكنه طبع صغيره وطبعنا عليها اكتر من مليون دولار. وابتدى الشغل ياخد حقه، وحسن كان ليه اصحاب في البنوك وفي اللوكانتات، وزع ورق كتير قوي منه يا سعاده البيه. وفي الحقيقه حسن ما كانش مبين انه خاين ابدا، لكن الندل يا بيه بيفضل ندل. ايه اللي حصل؟ راح طبع من ورانا يا سعاده البيه ورق مزور ولخبطه بشويه اسلام، ووزعه علينا على انه نصيبنا. وكان موظف هو ومراته يهرب بالورق السليم، ولما كشفناه وعرفنا كل حاجه ما كانش فيها سعاده البيه قدامنا غير حل واحد، نقتله وناخد نصيبنا. مش ممكن، مش ممكن حسن يعمل كده. حسن طول عمره انسان شريف. امال ازاي قدر يحصل على مليون دولار بعد 4 أشهر من رجوعه من المانيا؟ ما حاولتيش تسالي نفسك السؤال ده؟ كان بيشتغل في الاستيراد والتصدير. انهي تصدير وانهي استيراد؟ للاسف النهارده اي مجرم او نصاب يقول لك انا بشتغل في التصدير والاستيراد. حسن مش مجرم، حسن كان كويس، وانا كنت مسافره معاه المانيا رايحه اشوف شغله. ده كان مسافر المانيا عشان يهرب من شركائه اللي ضحك عليهم. انت تسرعتي وتحديت القانون وقتلتي 3. انا ما قتلتش، انا كنت بدافع عن نفسي. هما اللي كانوا عايزين يقتلوني، كانوا عايزين يغدروا بيا زي ما غدروا بحسن، قتلتهم. لكن للاسف قتلتي علشان واحد مزور ما يستاهلش حتى انتقامك. قبل ما تتهموا اي واحد انه مجرم شوفوا ليه هو عمل كده، شوفوا الظروف اللي خليته يعمل كده. الظروف دي بقت الشماعه اللي بيعلق عليها الخارجين على القانون جرايمهم. ما في البلد اكتر من مليون شاب بيمروا بنفس الظروف الصعبة اللي مر بيها جوزك، ومع ذلك ما حدش منهم فكر ينحرف. إنما حسن ضعف بسرعة وتحول إلى مزور مجرم خطير. حتى لو كان حسن غلط فهو عمل كده علشان بيحبني، وأنا قتلت لأني بحبه، مش ندمانة.